وهذه الأمور أتمنى أن تكون اقتنعت بها يا دينار. نعم، هذه الأمور يجب أن تذهب أو تمشي هكذا. في الحقيقة بدأت أقتنع بكلامك. أحسنت. إذن أسمعني، ما الذي اقتنعت به تحديدا لكي أكون في الصورة؟ أنا أعتذر إذن أنك كنت منزعج مني في بداية الحلقة، وقد وضعنا تلك الحدود، وأعتقد أن هذه الحدود تفسد بيني وبينك أشياء كثيرة. صحيح، وأنا صحيح. أعلم أن هذا يؤدي إلى التفرقة. صحيح، نعم، هذا ما أريد أن أسمعه. الجيران والأخوة يحدث بينهم صحيح بعض النواشات المشاكل، ولكن القلوب صافية. نعم، الحمد لله، لقد أصبحنا أصدقاء الآن، ولذلك أنا أود أن أخبرك شيئا وأبشرك ببشارة. أبشري. أبشر العين. تفضل. أنا أعلنت التحدي وأعلنت إصراري على التفرقة بيني وبينك، وسوف أمضي قدما لكي أفوز بهذا الصندوق وأحصل على كافة الدنانير. والعبرة يا درهم دائما تكون في الخواتيم. إذن نعم، فلنجعلها في الخواتيم. ولكن أعدك بأنك ستعض أصابع الندم. عضها لوحدك، عض أصابعك لوحدك. لماذا تشرك حتى أصابعي تريد أن تعضها؟ لقد صدقت ريمو أمس عندما قالت أنها رأت عكس ما تقول في عينيك. فتلك عينين مليئة بالجشع والطمع والكذب والتفرقة.